السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ واخيرا الاقمشة الجديدة وصلت واسعارها هتعجبكم جدا ما شاء الله. بنصور فيديو جديد من سنتر مسعد كامل، بس فيديو مختلف خالص يا جماعة لانه مليان تحف، سواء الستاير الجديدة اللي انتم شايفينها قدامكم دي تحفة ما شاء الله، خطيرة جدا هتعجبكم وسعرها هيعجبكم، ودي برضو ستاير جاهزة على التركيب وتقدروا تغيروا الالوان زي ما انتم عايزين. كمان الستاير دي مش بلتكنات اللي هي خشب، لا يا جماعة حاجات عملية برضو نازلة جديدة هتعجبكم، وافكار كلها حلوة. الستارة بتبقى كاملة، تاخدوها على التركيب كده والناس عارفة، والمرة دي أستاذ عمرو بيحسبها لكم بالمتر، وركزوا بقى في الأسعار لأنها موفرة جدا. كمان قماش الملايات اللي بالمتر سعره معانا النهاردة 30 جنيه القماش المستورد، انتوا عارفين أكيد إن هو سعره في السوق أغلى من 30 جنيه، بس دي كميات كانت موجودة يا جماعة على سعرها القديم، بس خلوا بالكم هي مش كميات كبيرة، هم برضو كمية محدودة اللي يروح يلحقها. كمان الستاير، سعر الستاير القمر اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي 30 جنيه المتر، ما شاء الله ده عرض كده العروض، وما شاء الله اشكال كتير وموديلات كتير هتعجبكم. دايما سنتر مسعد كامل يا جماعه بيفاجئنا، واستاذ عمرو ما شاء الله كان بيجهز للفيديو ده بقاله فتره عشان يبهرنا بالتصميمات الحلوه الجديده دي. الستاره دي اللي عدت اللي في الصوره دي ب 100 جنيه، نسيت اصورها لكم بس هي موجوده. وكمان الناس بقى اللي عايزه اقمشه روكن واقمشه انتريهات وكانوا مستنيين العروض تنزل عشان يشتروا، بصوا بقى الاسعار معانا النهارده من اول 35 جنيه المتر يا جماعه، واقمشه ما شاء الله تحفه جدا تعيش العمر، وانتوا هتشوفوها واحنا بنفرجكم عليها. الجلد المقلوب برضو موجود وكل حاجه انتوا عايزينها عليها عروض. كمان الناس اللي كانت بتسالني على قماش البلكونات موجود، والسعر المتر 25 جنيه، وقماش تقيل جدا ويستحمل. طبعا احنا هنا نزلنا كمان الورشه اللي بيتصنع فيها الستاير، لانكم تقدروا تروحوا تختاروا القماش اللي انتوا عايزينه وتجيبوا التصميم اللي انتوا عايزينه ويتنفذ في الورشه باقل سعر كمان. يعني كل حاجه من الالف للياء موجوده في سنتر مسعد كامل، حتى اكسسوارات الستاير برضو كلها موجودة في محل كامل يا جماعة لاكسسوارات الستاير. هاخدكم جولة في السنتر كله، استاذ عمرو هيفرجنا على كل حاجة جديدة جت، وبجد فيديو جميل ومليان خير يا جماعة، ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تستفيدوا من العروض اللي دايما بتتقدم والعروض حتى نفاذ الكمية. وطبعا عنوان سنتر مسعد كامل موجود في المحلة الكبرى اخر شارع الساغة شمال، بجوار جزارة الحلو او امام مقلة الحنفي يا جماعة. العنوان طبعا معروف جدا، وانا هسيبه لكم كمان في اول تعليق مع ارقام التليفونات. ما تنسوش اللايك وكمان تشتركوا في القناة، وبحبكم جدا في الله. يلا نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض بسرعة. ماشي يا جماعة، جينا سنتر مسعد كامل للستاير والأقمشة عشان نتبهر بالعروض والحاجات الجديدة اللي أستاذ عمرو مجهزها، هتتبهروا النهاردة يا جماعة. قبل ما نبدأ الفيديو الجميل ده تعملوا لايك، لأن بجد الفيديو يستاهل النهاردة مليون لايك. ونسلم على أستاذ عمرو. أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا أستاذ هشام؟ إزيك أستاذ عمرو؟ أهلا وسهلا بالشادة المشاهدين. الله يخليك، ما شاء الله التحف اللي هنشوفها النهاردة دي. الناس أنا متأكدة أول الفيديو أكيد اتبهرت يا جماعة باللي هتشوفوه. أستاذ عمرو أسعارك الحلوة اللي بتجيب الناس من آخر الدنيا. النهارده شركة مسعد كامل بتقدم عروض جميلة وجديدة في السنة الجديدة إن شاء الله. بنتكلم على عروض وماتيريال عالي وخامات جميلة جدا. النهارده هنبدأ بعروضنا، عروض مميزة. الستارة بتبدأ من 100 جنيه. 100 جنيه. الستارة بتبدأ من 100 جنيه، زي ما اتعودنا من شركة مسعد كامل بعروض مميزة وأسعار جميلة جدا. النهارده برضه هنشوف عروض مميزة قوي، وهنتفرج على موديلات جديدة وحاجات في منتهى الرقي. زي ما حضراتكم ما شاء الله كده. بسم الله ما شاء الله. شوف يا جماعة الستاير الجديدة اللي أستاذ عمرو مجهزها، حاجات بقى فخامة الفخامة. دي أحدث موديلات. طبعا العروض اللي احنا كنا عاملينها قبل كده الستاير الجاهزة على التركيب اللي كانت أسعارها قليلة، اللي كانت تخفيضات، أستاذ عمرو كان بيقول الحقوا الأسعار دي عشان الموديلات الجديدة بقى هتنزل، وهي الموديلات الجديدة نزلت يا أستاذ عمرو. ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين موديلات اللي حضراتكم شايفينها دي، في موديلات تانية لسه هنصورها. ماشي. النهارده شركه مسعد كامل بتقدم خدمات للناس، بتتكلم ان احنا عندنا اقمشه الستاير، اقمشه التنجيد، اقمشه الانتريات، الصالونات، بنتكلم كمان على الستاير الجاهزه، الانتريات الجاهزه، اعمال الكسوه. عندنا قسم فريق عمل من المهندسين لخدمات حضراتكم بتقنيه الاختيار المناسب للدرجات والالوان المناسبه للتصميمات اللي حضراتكم عايزين تعملوها. كمان هنشوف النهارده اقمشه واكسسوارات وجميع انواع الفرش اللي احنا بنقدمه من شركه مسعد كامل زي ما اتعودنا، وهنشوف اشكال جديده وعروض مميزه النهارده ان شاء الله. تسلم، ربنا يبارك فيك. طب قول لنا بقى الستاير الحلوه دي حكايتها واسعارها ايه النهارده؟ ما شاء الله، ايه رايكم يا جماعه في التحف دي؟ تحف تحف خطيره. دي خامتها ايه يا استاذ عمرو الستاير دي؟ الستاير دي بتتعمل من خامات طبقتين، الطبقه الاولى قماش قطيفه او قماش سوفت او سويد او بلاك اوت، شفون او شاسبيت، ديجراديه،
كمان معانا البطانه بتاعته الخلفيه اللي بتاعه طول مطرز من الشغل الراقي المميز، براند عالي، بنتكلم على حاجات قيمه جدا، مش شغل خفيف ولا كده، شغل تقيل يا جماعه. بصوا الجمال ما شاء الله، حاجه قيمه جدا، اللهم صل على النبي. الماتيريال بتاع الستير عالي، واضح اصلا الفينش عالي. بصوا حتى الاكسسوارات الجديده دي عجباني قوي، اول ما شفتها قلت استاذ عمرو هاخد منها. بصوا عامله زي المعدن كده، تلفوها على الستاره فتمسك الستاره، بالذات لو عندكم اطفال. ماشي يا استاذ عمرو، مميزه ومفاجاه. بنتكلم في سعر الشغل ده يا جماعه، شغل طبقتين، بنتكلم المتر عامل 390 جنيه ما شاء الله، 390 جنيه المتر عايزينها موجوده. ماشي يا جماعه، بنتكلم على سعر المتر ب 390 جنيه، جاهز على التركيب ما شاء الله. 100 يا استاذ عمرو. كمان مش مقتصرين على عروض المواسير، كمان في عروض المواسير الجديده، عملنا شغل نظام ليزر زي ما حضراتكم شايفين. دي مش بلتكنات يا جماعه، دي حاجات جديده تبقى سهله في الفك والتركيب والغسيل. جميله، حاجات سهله ومميزه، ومعموله بخامات قطيفه وماتيريال عالي. بنتكلم في اكسسوار عالي، بنتكلم في ستاره قيمه وشغل عالي زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. المتر يا جماعه هنا بيبدا من 590 جنيه، 590 جنيه. جميع انواع البلتكنات، جميع انواع الازارات اللي تركب بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. يعني استاذ عمرو لو ساتوره مترين تبقى في حدود 1000 وحاجه بالظبط. طيب يعني اسعار برده ما شاء الله مناسبه. استاذ عمرو ربنا يبارك لك، دايما بتبهر الناس بصراحه بالاسعار الحلوه دي يا جماعه. على فكره امكانيه تغيير الالوان زي ما استاذ عمرو دايما معودنا متاحه، يعني انتوا لو عايزين درجات بقى ثانيه متاح. ماشي يا استاذ عمرو، تسلم ايد. كمان معانا عروض تصفيات على شغل الملايات. ماشي، في عروض تصفيات على شغل الملايات، دي عروض بقى فرصه قبل ما الحاجه تيجي تاني بزياده في الاسعار. دي عروض على السعر القديم، لانها زي ما انتم شايفين كده حاجات يعني الكميات بتاعتها مش كبيره قوي يا جماعه. بصوا الله، جميل، حلو قوي. سعر المتر يا جماعه 30 جنيه، 30 جنيه. شغل التركي اللي هو معمول فيه قطن، بتكلم على خامه ماتيريال عالي جدا، 30 جنيه. عايزه اقول لكم ان استاذ عمرو قال لي لما الحاجات دي هتيجي تاني مش هتيجي بالسعر ده خالص اصلا. ماشي يا استاذ عمرو. كمان يا جماعه شركه مسعد كامل النهارده بتقدم اكسسوارات الستاير، يلا بينا ناخد فكره عن اكسسوارات الستاير. يلا بينا. ماشي يا جماعه، جينا مع استاذ عمرو عشان نشوف ما شاء الله قسم الاكسسوارات الستاير، وده ما شاء الله محل لوحده. اهلا وسهلا بحضراتكم في قسم الستائر. اهلا بيك انت يا استاذ عمرو، حاجتك الحلوه، شغل قيم وشغل ممتاز، جميع الالوان، جميع الاصناف. بنتكلم عن شغل مالتي ايدج، شغل اليدوي، بنتكلم على شغل الشازجيت، بنتكلم على الحراير، كل الانواع موجوده، كل الاكسسوارات، الحوامل، المواسير، البلتكنات، في شغل الاكسسوارات، الانتريهات، التنجيد، بنتكلم على جميع انواع الاكسسوارات. حاجات قيمه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، بقى انواع وخامات عاليه جدا باسعار جميله قوي بتعجبكم ومناسبه. بنتكلم على الشغل، حتى الشغل المالتي دي يا جماعه، الحاجات اللي بتتركب في الستاره، تختاروا كل حاجه، تختاروا قماش الستاير، تختاروا الاكسسوارات، كلها باقل سعر. سعر المتر بيبدا من 5 جنيه، في حاجات ب 10 جنيه. بصوا ما شاء الله، شغل اليدوي ده يا جماعه بيعمل 15 جنيه، 15 جنيه المتر. عروض مفاجأة ما شاء الله يا استاذ عمرو، ما شاء الله. بصوا يا جماعه حتى الحاجات اللي هي بيتعمل بيها، بتتحط بقى في الحيطه وتربط عليها الستاره، شوفوا العرايس والعرسان، تعالوا يلا خدوا حاجتكم، بجد هتتبسطوا. شغل فرنسات يا جماعه، حرير من نوع خاص وجميل، بنتكلم ب 10 جنيه المتر، 10 جنيه المتر ما شاء الله يا جماعه. دي زي اللي عندي يا استاذ عمرو، دي انت عاملها ما شاء الله. ادم ابني بيقول لي دي ب 10 جنيه. ايوه ادم ب 10، كلمهم يا ادم. اهو يا جماعه مستغرب بالاسعار، حتى ادم يا استاذ عمرو مستغرب. تسلم يا استاذ عمرو. بص يا جماعه، شرف جمهورنا، الله يخليك، نعمل لجمهورنا شغل خاص بعروض وخصومات خاصه علشان نقول شرف المتابعه مع حضراتكم واعجاب الشغل القايم اللي حضراتكم شايفينه. ماشي يا استاذ عمرو، هنطلع نشوف فئه جديده من هنشوف فئه جديده من الموديلات البلتكنات والستاير. ماشي. والفريق العمل اللي بيقوم على اكمل وجه من التفصيل الصناعيه اللي بتعمل الشغل، التقفيل والتنجيد والفينش على اعلى مستوى. طبعا يا جماعه زي ما قلنا، في فريق عمل كامل بيجهز الستاير في نفس المكان، يعني مش هتضطروا تاخدوا الحاجه تفصلوها في حته تانية، لا، الستاره تتعمل من الالف للياء، تاخدوها كده جاهزه على التركيب من سنتر مصعد كامل، ودي حاجه بتريح الناس جدا. ماشي يا استاذ عمرو، كمان متوفر. ماشي يلا بينا نروح. طبعا الحاجات القمر دي لما تيجوا تشوفوها وتختاروا منها، باسعار بتبدا برده من 10 جنيه 15 20، حاجات جميله جدا. يلا نروح مع استاذ عمرو.
ماشي يا جماعه، نزلنا الورشه اللي بيتصنع فيها الستاير، وزي ما انتم شايفين اهو المكان، بس طبعا احنا بنصور متاخر فالعمال مشوا بقى يا جماعه. ما شاء الله يا استاذ عمرو، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنا يا جماعه بصوا البلتكنات بتتعمل، القماش بيتفصل، كل حاجه زي ما قلت لكم في مكان واحد ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين عندنا مكان للعمل وفريق جميل وشغله عالي جدا، مستوى راقي جدا من الفينش والشغل. زي ما حضراتكم شايفين التجهيز بيتم هنا، سواء للانتريات او للستائر الجاهزه او للكساوي او للتفصيل. شغل مميز، وخامات زي ما حضراتكم شايفينها كده وهي لسه بتتعمل. الكلام ده يا جماعه على الموديلات دي، موديلات شغل ناس طالعه بتتفصن وبتتقفل قبل ما تطلع وتتكون وتاخد خدماتها كلها. دي حاجات بتتعمل لناس يا جماعه. هنا بنقدم للناس حاجه مميزه، مش بنديله او بنفصله ستاره وخلاص، لا، لازم الشغل نشوفه قدامنا قبل ما يطلع يكون بالمستوى العالي والرقي ده. بنتكلم على خامات وماتيريال زي ما حضراتكم شايفين. الشغل ده طالع للناس. الشغل ده يا جماعه المتر بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، مفاجاه، المتر بتاعه بيبدا من 590 جنيه ما شاء الله. تختار ده جاهز على التركيب بالتكنه، بالقماش، الجوانب، اللي ورا كله، القماش بكله، بالاكسسوار، بالتقفيل، بكل حاجه يا فندم جاهزه على التركيب. تسلم. 590 جنيه المتر. ماشي يا جماعه. زي ما حضراتكم شايفين على اعلى وجه من العمل، حاجات بتتجهز، عايزين بقى ما شاء الله. دي حاجات طالعه شحنه يا استاذ عمرو، وده شغل ما شاء الله. بص يا جماعه، طلع طنطا، اسيوط، المنصوره، البحيره، اللهم صل على النبي، الشيخ زايد، هنا. تسلم يا استاذ عمرو. بركه السبع، المنصوره، الله ينور، ربنا يزيد ويبارك. ان شاء الله نتشرف بالناس اللي جولنا من جميع المحافظات. تستاهل يا استاذ عمرو اكتر من كده بكتير. وصل لكل مكان، من كفر الشيخ زي ما حضرتك شفت، الشيخ زايد لاكتوبر للعاصمه السعيد. وتابعنا على الارقام اللي هنسيبها على الشاشه، او عايز يشرفنا تحت امره. عندنا خدمه التركيب في اي مكان في مصر، في اي محافظه في مصر، ان احنا نقدر نبعت لحضرتك مندوبنا ان هو ياخد المقاسات لو حضرتك عايز تشرفنا تحت امرك. غير كده بنبعت المندوب، ولو حضرتك مش عايز تشتغل اونلاين وعايز مثلا تاخد المندوب يشوف يعرض على حضرتك الخامات ويوريك الموديلات، ومهندس ينسق مع حضرتك تنسيق الالوان والدرجات، احنا تحت امرك في خدمه حضراتكم. بنقدم لحضراتكم خدمات كتيره بحيث ان احنا نكون قادرين على اسعاد حضراتكم والتنسيق والفينش العالي اللي حضرتك تقدر تعمله. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك بجد يا جماعه. الشغل باين ما شاء الله، الفينش بتاعه والجوده. يعني احنا جايين نصور اهو بالصدفه، والشغل ده بيتعمل لناس، وانتم تقدروا برده تختاروا التصميمات اللي تناسبكم، استاذ عمرو يجهزها. ماشي يا استاذ عمرو. كمان عندنا ستار البلكونات، ستاير البلكونات، شايفة هنا ستاير بلكونات بتتفصل اهي. ده القماش التقيل اللي هو عامل زي الشمس. يا جماعة التقيلة، الحاجات اللي هي التقيلة اللي هي داخل كده ما تأثرش فيها الشمس بقى ولا المطر. نتكلم على وزن المتر 600 جرام يا جماعة، حاجة قيمة يعني. مش حاجة عادية، بتتباع يا جماعة في أي حتة ب 35 جنيه. احنا مسعد كامل عاملين لك عليها عرض النهارده، بيقول لك المتر عامل 25 جنيه. يا صلاه النبي، 25 جنيه. بقدم لك خامات عاليه جدا. تسلم يا استاذ عمرو. باسعار يعتبر هدايا يا جماعه، عشان نقول رضاكم بس وشرفكم. تسلم يا استاذ عمرو. من غير اي حاجه، الناس بتعزك وبيحبوا فيديوهاتك واسعارك، وزي ما انتم شايفين يا جماعه يعني الصيت واصل لكل مصر، يعني مش المحله بس. تسلم يا استاذ عمرو، ربنا يبارك فيك. هنشوف الاقمشه اللي ينفع يتعمل بها نماذج للستاير اللي حضراتكم عرضناها عليكم، سواء ستاير الجاهزه او القماش بقى اللي انتوا تيجوا تقصوا منه. هنشوف القماش بقى اللي واللي احنا هنتفرج عليه، ونشوف الدرجات والالوان اللي تناسب كل بيت، ونبدا نشتغل عليها. يلا بينا يا جماعه. طلعنا يا جماعه الدور الثاني في سنتر مسعد كامل، وزي ما احنا طلعنا كده شفنا الستاره القمر دي، حلوه قوي. الاذواق كمان شيك، والناس اللي عايزه حاجات مودرن في اذواق كتير حلوه تعجبكم. الستاره دي لذيذه قوي برده. تعال ندخل ونشوف بقى باقي التفاصيل جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. هنا السنتر كامل، هنا الاقمشه بقى اللي تنفع للركن، الانتريهات، القماش الجديد ده هنشوفه مع بعض، الحاجات الحلوه دي كلها، كمان الستاير الجديده اللي لسه جايه وعليها عروض. ماشي يا استاذ عمرو ما شاء الله. نورنا في قسم الستاير والاقمشه الستاير. بنتكلم النهارده على طراز عالي من الستاير والشغل القايم زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله ما شاء الله، الشغل الجديد كله يا جماعه اهو وصل، وبسعر حلو زي ما احنا متعودين. ماشي يا استاذ عمرو. هنبدا شغلنا النهارده بشغل مميز زي ما حضراتكم شايفين كده، ستار التل المطرزه. التل المطرز يا جماعه اللي بتبقى خلفيه الستاير. ماشي يا استاذ عمرو. كمات عاليه ومميزه زي ما حضراتكم شايفين.
شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خامة من أروع الخامات في الستائر الداخلية بالنسبة للشغل البلتكنات أو الستائر الجاهزة أو الستائر لو اتعملت حتى لوحدها. بنتكلم على ستارة طول مستوردة، خامات مطرزة زي ما حضراتكم شايفين كده من أول ستارة لآخرها. بنتكلم على العرض ده، عرض مثالي. شركة مساعد كامل النهاردة بتقدم العرض ده يا جماعة هدية، السعر المتر ب 30 جنيه وماشي عرض 280 لسه تاير. 30 جنيه يا جماعة، 30 جنيه. تسلم أستاذ عمرو ما شاء الله، كل الألوان موجودة وكميات كبيرة زي ما أنتم شايفين، مش هنلاقي طبعا الأسعار دي اليومين دول، بس مع أستاذ عمرو دايما إحنا في أمان. الأصناف يا فندم زي ما حضراتكم شايفين في أنواع كتير وأصناف كتير بالنسبة للستاير، زي ما حضراتكم شايفين زي ما في شغل مطرز، مطرز بالتطريز الحرير، بنتكلم على تطريز تاني من شغل الشنطونج، التطريز التقيل، ستاير مساعد كامل النهارده من احدث وارقى طراز في الستاير، والشغل الجميل اللي حضراتكم شايفينه دوت شغل ده هديه يا جماعه. بنتكلم كان بيتباع ب 90 جنيه و 95 جنيه المتر، النهارده يا جماعه عامل 65 جنيه ما شاء الله. سعر الستاره دي 65 جنيه، الجمال ده كله ب 65 جنيه. كمان النهارده بنقدم عروضنا الجميله على شغل ال 3 دي من الخامات الروعه والقطيفه، خامات قطيفه قطيفه تقيله. نتكلم على الحاجه قيمه جدا، خامه في منتهى الجمال والروعه، شغل مطبوع ديجيتال مش شغل عادي، ثبات في الالوان وثبات في الخامات، اغسل لحضرتك زي ما انت عايزه. نتكلم على خامه عاليه جدا وطراز رفيع من شركه مسعد كامل، زي ما حضراتكم شايفين بتقدم لكم الستاره دي بسعر مفاجاه. الستاره دي القطعه عامله 250 جنيه ما شاء الله، القطعه عامله 250 ما شاء الله. جنيه لو حضرتك حابب تركب ستاره زي ما حضرتك ستاره ثلاثي، نتكلم على قطعتين زائد بطانه. لو حضرتك هتاخد مني القطعتين بدي لك البطانه هديه، البطانه تشوفون هديه ما شاء الله. إيه كمان عروضنا مش مقتصره على كده، نتكلم كمان جميع انواع الاقمشه البراعه كلها موجودة. بنتكلم على الفولفو، بنتكلم على الفالفت، بنتكلم على التريجر، بنتكلم على القطيفة هامر والتاج، بنتكلم على جميع أنواع البلاك أوت، البلاك أوت العالي المستورد، كمان بنتكلم على المريهات، كل حاجة موجودة زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله يا جماعة. دي الأقمشة بقى اللي أنتوا عايزينها الجديدة، اللي عايزين تنجدوا ركنة، تنجدوا أنتريه، تنجدوا صالون، تنفع برضو لنزلات الستاير، تعملوا بيها نزلات الستاير بكل أنواع الأقمشة. الأسعار بتبدأ فيها من أول كام أستاذ عمرو الأقمشة دي؟ الأسعار بتبدأ من أول 45 جنيه القماش التقيل بتاع البراعة ما شاء الله. بنتكلم على جميع أنواع الأقمشة، بنتكلم الأسعار دي يا جماعة أنتوا شايفينها رخيصة رخيصة، بس إحنا بنتكلم على خامات وماتريال عالي جدا. الناس اللي جربت معانا والناس اللي اشتغلت يقولوا لنا في التعليقات، شهدت الناس دي كلها إن شاء الله ناجحين في شغلنا واهتمامنا بأفضل طراز يطلع من الشغل بتصميم عالي وفينش أدق. عندنا نخبة من المهندسين وفريق عمل كامل علشان يبقى موجود مع حضرتك ينسق لك الألوان والدرجات اللي موجودة عندك. بنتكلم على فريق عمل يقوم معاك بكل الخدمات اللي حضرتك طالبها. كمان معانا اسعار بالنسبه للشغل البلاك اوت، بلاك اوت يا جماعه، رسومات واشكال حاجات اللي تناسب مع حضرتك في بيتك تقول لنا عليه، او حضرتك تيجي تشرفنا تختار الخامات الجميله دي. الحاجات الجديده الاسعار المميزه، نتكلم على نوع نازل جديد من البلاك اوت، بلاك اوت الطبقتين خامه عاليه قوي زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. ده تقيله ما شاء الله، تقيله جدا، شغل بيترسم لاكتر من موديل. حضرتك بنحدد مع حضرتك ونوريك الموديل ده ممكن يشتغل ازاي، لانه ليه اكتر من شكل، بنضيف له حاجات كتير زي اللي احنا شفناها او هنشوفها دلوقتي، سواء في الشغل القماش الديجراديه او الكتان او الشاسبيه او الفينوس. كمان بنتكلم على زي ما حضرتك شايف كده الخامات والالوان، حتى الالوان طبعاتها جميله ودرجاتها جميله جدا، تشتغل على الشغل الجديد. استاذ عمرو دي بقى ما تحتاجش ان احنا نعمل لها ستاير تانية، يعني تبقى ممكن الستاره ينفع ستاره لوحدها بس الوحدة. وينفع تخش في موديلات طيب زي ما حضرتك لانها بلاك اوت يا جماعه. كمان معانا القماشه الجميله دي، قماشه كتان زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، كتان شانزليزيه في خامات روعه جميله. كتان يا جماعه بصوا بس ده تقيله برضو جدا يا استاذ عمرو، حاجه قيمه وحاجه تقيله، دي تبقى في تنجيد الركن روعه، بتشتغل برضو في منها للتنجيد هنشوفه. عندنا اقمشه جديده كتيره للتنجيد هنتفرج عليها، خامات اعلى واجود. وبنتكلم على القسم الستار اللي احنا فيه برضو زي ما حضراتكم شايفين خامات جميله، تنسيق مطبوع. بصوا يا جماعه الخامات الوان زي ما حضراتكم شايفين جميله، بصوا الخامات ما شاء الله. ايه رايكم في الخامات الحلوه دي؟
كل درجات الالوان اللي نازله جديده كمان موجوده، اللي هي اللي بيقولوا الاخضر الملكي والالوان الجديده دي. ماشي يا استاذ، احنا في قسم الستائر العالي نتكلم في قسم حاجه روعه يا جماعه، نتكلم في ستائر شغل سبيشال، شغل عالي مالتي هيد، نتكلم في الكوردون، نتكلم في الستاره دي جميله جدا. شركه مسعد كامل النهارده بتقول لك عندها كل ما هو يخطر على بالك، كل ما هو جديد ما شاء الله جميله، وحضرتك ممكن تتحصل عليه بارقام غالية بره اسعاره. احنا بنقول لك سنتر مسعد كامل كمان بأقل سعر. الفتره دي كمان في لعبه في الاسعار بسبب الزيادات بالظبط يا فندم، احنا اسعارنا ثابته زي ما هي وبل بنعمل عروض عليها كمان. اه دي الحاجات بقى الكلاسيك. الله بص يا جماعه، الورد البارز، الناس كانت بتسال على الستاير دي اهي، اللي انتم ممكن على راي استاذ عمرو تلاقوها بره غاليه جدا، لا يا جماعه هنا باقل سعر ما شاء الله. هنا يا جماعه في القسم ده بتبدا من 90 جنيه 90 جنيه بلاش. اسعار مثلا مش هقول لك زي مثلا الموديلات دي بتقال فيها بره 300 جنيه و350 جنيه، لا يا جماعه احنا اسعار في المتناول خامات عاليه زي ما حضراتكم. ده انت قلت لي يا استاذ عمرو كلمه قبل ما نبدا التصوير، قال لي ان اسعار الاقمشه بقت عامله زي الذهب الزياده يوميه بالظبط. فاحنا يا استاذ عمرو انت بجد جاي لنا في وقت احنا محتاجينك فيه جدا، تحت امركم والله ربنا يبارك فيك. ايه كمان معانا الشغل اللي فئه ثانيه من الشغل اللي هو الجبرات، نتكلم على ماتيريال عالي برضو، الحاجات دي بردات عاليه قوي يا جماعه والله، يعني ربنا يعلم بنحط رمش يعني هامش ربح بسيط علشان خاطر الناس المحترمه اللي احنا بنشوفها نقدرها ونقف جنبها ونبقى معاها ايد بايد، وان شاء الله نختار لها احسن حاجه واشيل حاجه. الورد الطاير ده او الفراشات الطايره على الستاره كلها. ماشي يا استاذ عمرو جميله جدا حلوه قوي، تسلم ايدك. في تشكيله كبيره يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، عشان وقت الفيديو ماشي. هنخش على اقمشه التنجيد نتفرج عليها ونشوفها سوا. يلا بينا نبدا. يلا بينا. ايه رايكم يا جماعه في التشكيله والحاجات الحلوه دي؟ نطلع مع استاذ عمرو نشوف بقى ايه الكتانات والحاجات دي. يلا نعرض نعرض يا جماعه الكتان كمان عشان ما ننساش حاجه وما نفوتش حاجه، والناس كلها تبقى مبسوطه بالعروض والاسعار اللي بتتقدم النهارده من سنتر مسعد كامل. الله اللون جميل يا استاذ عمرو، اللون تحفه 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 تحفه. الشغل ده يا جماعه بيدخل في اكتر من ديزاين، خامات عاليه قوي، بنتكلم على ماتيريال عالي كتان ده تحفه، اللي هي النازله الجديده يا جماعه الكتان المتدرج، بصوا جماله الوان وروعه يا كويس ان انت افتكرت توريه لنا يا استاذ عمرو. الوان وروعه ما ينفعش ما نشوفوش. احنا بس بنختصر الشغل للناس اللي عايزه تتفرج او تابعنا على ارقام او على الصفحه، هنتواصل معاها ونوري لهم كل الموديلات وكل الاشكال. مية مية. بس عشان بننجز وبنقدر نعرض اكتر تشكيله من الشغل. ماشي يا استاذ عمرو، كل الالوان موجوده يا جماعه، حتى الساده اهو موجود. الساده بقى اللي بتعمل للموديلات الرقيقه والهاديه والجميله. اللي بتعمل شغل مودرن، ساده في ساده، ساده حاجه قيمه، حاجه قيمه جدا. ده كتان برضو ده يا استاذ عمرو. نطلع فوق ونشوف باقي الموديلات والعروض اللي بتتقدم لنا النهارده. ماشي يا جماعه، طلعنا الدور الثالث في سنتر مسعد كامل عشان نشوف باقي الاقمشه اللي موجوده. اهلا وسهلا بحضراتكم في قسم التنجيد، اقمشه التنجيد والصالونات والانتريات والركن. بنتكلم على عروض مميزه من شركه مسعد كامل النهارده، بتقدم زي ما حضراتكم شايفين خامات وماتيريال عالي جدا ما شاء الله. ده بقى التنجيد بقى، الركن والانتريهات التنجيد او الكساوي والحاجات دي. الله بصوا ده الكتان، بعشق القماشه دي يا جماعه، القماشه دي تحفه يا جماعه. بصوا دي تتعمل بيها المخدات، ودي مثلا الركنه ساده تبقى وهم زي ما حضراتكم شايفين. الله ولا بصوا الدرجه دي كمان جميله جدا حلوه دي يا استاذ عمرو، اللي في ايدك دي قوي دي تحفه دي. بصوا اللون ده دول على بعض. بصوا دي يا جماعه لو ركنه تبقى حاجه كده تحفه تحفه جميله، واللون الكافيه منها برده لو حد عايزه جميل قوي. النبيتي حلو جدا ما شاء الله، حلوين جدا. كمان معانا الموديل دهوت، الموديل ده جميل جدا، خامته عاليه قوي، جميله برده جدا ما شاء الله. بصوا بصوا شايفين حلو ده يا استاذ عمرو، قماش قايم وباين اصلا من غير ما اقرب لهم. بصوا يا جماعه القماش عامل ازاي، تحس ان هو بارز، هو فعلا بارز. بصوا تسلم يا استاذ عمرو. كمان معانا رسمه دي خامه عاليه برده، رسمه جميله قوي، الوانها تحفه حلوه جدا. دي زي اللي عندي يا جماعه، انا عندي زي دي تحفه، دي تركي، خامه تركي كده جميله. بصوا القماشه بتكب ازاي، تسلم يا استاذ عمرو، بتجيب لنا الحاجات اللي احنا فعلا بنبقى عايزينها وبتبقى عمليه. ربنا يبارك فيك. ماشي يا جماعه، ندخل نشوف بقى بقيه الاقمشه اللي هنا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. الوان ثانيه من الشغل، بنتكلم على ماشي عندكم بقى الوان كتير، كل الانتريات والركن، كل دي الوان يا جماعه موجوده اهي ما شاء الله، عشان اللي نفسه في لون هيلاقيه مع القماشه اللي بتبقى بتتعمل بيها المخدات او الكوشن، جميلة كل درجات الألوان. ماشي يا أستاذ عمرو، جميع أنواع الأقمشة في التنجيد، بنتكلم على الشغل السيلفا أو الجلد المقلوب، بنتكلم على الشغل الووتر بروف، بنتكلم على الشغل ضد المية، بنتكلم على أنواع كتير من الكتان، بنتكلم على تريجرات وقطيفة عالية للتنجيد زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله على قماشة، بسم الله ما شاء الله، دي حلوة برضو القماشة دي يا أستاذ عمرو جدا. بصوا يا جماعة، جميلة جدا يا جماعة، أوريها لكم برضو
اسعار القماش ده بتبدا من كام برضه يا استاذ عمرو؟ نسينا نقول لهم. المتر بيبدا من 55 جنيه. طيب ما شاء الله. اللي هو الشغل جميل. اللي احنا من اول ما شفنا كده بنبدا من 35 و40 على حسب الماتيريال، كل نوع وليه الشغل. في تريجر ب 35، في كتان ب يعني اسعار كلها في المعقول. في المتناول زي ما حضراتكم شايفين. ولا القماش ده افضل. بص الخامات دي، بص يا جماعه الجمال ده يا استاذ عمرو، يا خراشي على التحفه. التحفه دي، بص يا جماعه القماشه عامله ازاي. الله، بصوا القماشه يا استاذ عمرو ما شاء الله. اه والله تعيش لهم. لا احنا بنتكلم اسعار مرتاحه واسعار كويسه بماتيريال عالي جدا والله. أيوة فعلا. وحاجات مصروف عليها وزن متر بيعدي 500 جرام 600 جرام، يعني ماتيريال عالي تستحمل. أيوة. وعيش سنين جايز. يعني يا جماعه جيدة يا جماعه. بص كل الالوان، يعني كل القماشه بالوانها حلوه. اللي كان مقرر يعمل ركنه او ياخد قماش تقلقوش من زياده الاسعار، ربنا موفقنا الحمد لله بسنتر مسعد كامل. وعايزين لايكات كتير للفيديو ده عشان كده نشجع استاذ عمرو دايما يعمل لنا العروض. ماشي يا استاذ عمرو، نشوف مع بعض برده قسم الصالون. يلا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله يا استاذ عمرو، بسم الله ما شاء الله. هنا قمشه الصالونات، هنا قسم الصالونات، كل اللي حضرتك عايزه موجود. جميع الالوان، بنتكلم على ماتيريال عالي، بنتكلم على الحرائر المرجاني كلها موجوده، بنتكلم على القطيفه والترجرات، الحاجات اللي على قطيفه الفخمه موجوده. عايز تطرز شكل البوكيه برده ينفع. عندنا برده فريق عمل بيشتغل مع حضرتك يوريك الديزاينات بتاعه رسومات الصالونات، لو حضرتك عايز تصمم حاجه معينه او تطرز شكل بوكيه معين تنورنا يعني. ونوري لحضرتك كل الصور اللي احنا شغالين عليها ومنتجاتنا اللي احنا عملناها عشان تشوفها ونعمل حاجه تعجبك وتنال رضاكم. الله يخليك يا استاذ عمرو، ربنا يبارك فيك. ماشي يا جماعه، احنا في حاجات ما بنقفش عليها عشان الوقت، بس انتوا لما تيجوا بقى انتوا شايفين الاسعار والحاجات حلوه ازاي، والحمد لله استاذ عمرو بيسهل علينا الدنيا. ماشي يا استاذ عمرو، تحت امرك. هنشوف ايه تاني دلوقتي. برضه بتبتدي لو انت عايز كرسي لوحده بندي لك برضه، لو عايز فوتيه تدخله في ستاره ودخله في كرسي مع شلته او تكوى، بنتكلم على سعره 50 جنيه بيبدا من 50 جنيه. ما شاء الله، اسعار جميله جدا. 100 100 يا استاذ عمرو، ربنا يبارك فيك. شركه مسعد كامل قدمت لنا زي ما حضراتكم شايفين جميع انواع الاقمشه، الانتريهات والركن والصالونات، جميع اقمشه البرائع والستاير، جميع انواع الاكسسوارات للتنجيد والستاير، جميع انواع البلتكنات موجوده، المواسير. عندنا فريق عمل للتفصيل وللتجهيز باعلى فينش واعلى جوده للشغل. عندنا فريق عمل المهندسين يختار مع حضرتك التنسيق والدرجات الالوان وتظبيط اي حاجه في البيت عند حضرتك. تسلم يا استاذ عمرو، ربنا يبارك فيك. نطلع بمنتج جميل يعجبك ويكون متناسب مع كل بيت. شركه مسعد كامل بتقدم الخدمات دي لحضراتكم لذوقكم واحترامكم وشرف تعاملكم الفتره اللي فاتت. تسلم. وان شاء الله زي ما تعودنا مع بعض كل جديد، وان شاء الله هتلاقوا عند مسعد كامل كل اللي نفسكم فيه واسعار مميزه وخامات عاليه جدا. وتشرفتوا. الله يخليك، احنا اتشرفنا بيك يا استاذ عمرو. كبيره استاذ شيماء، اتشرفنا بحضرتك وبالساده الجمهور لحضرتك، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم دايما. اكيد طبعا، وانا بتشرف يا استاذ عمرو، انت بتشرفني. وعشان كده احنا يا جماعه مستمرين معاكم. استاذ عمرو بقاله اكتر من سنه بيعرض، والناس عارفه قد ايه هو صادق في معاملاته. لو ما كانش فعلا في صدق في الاسعار والعروض اللي بتتقدم ما كناش هنبقى مستمرين لحد النهارده. فدعمكم كمان بيهمنا جدا، انكم كمان تعملوا لايك للفيديو عشان كل الناس تستفيد من العروض والاسعار. ودايما متابعين معاك استاذ عمرو بالجديد، وانا بشكرك نيابه عن كل الناس اللي بتشوفك، لانك يعني دايما الناس بتدعي لك وبتدعي للحاج مسعد على انه طلع يعني شاب كده ما شاء الله خلوق ومراعي ظروف الناس، ودايما يعني ايده في ايد الناس كده ما شاء الله. تسلم استاذ عمرو، الله يخليك، ربنا يبارك فيك. طبعا يا جماعه النهارده بدانا الفيديو بالعنوان، وسنتر مسعد كامل موجود في المحله الكبرى اخر شارع الساغه شمال، هتلاقوه بعد جزار كده اسمه الحلو على ايدكم اليمين. السنتر من تحت زي ما انتم شفتوه لونه برتقاني كده او اورنج عشان الناس ما تتوهش بس، والعنوان ما يتوهش. وارقام التليفونات ظهرت على الشاشه، اللي عايز شحن او كده يتابع مع استاذ عمرو على الرقمين اللي بنسيبهم على الفيديو. بشكرك جدا يا استاذ عمرو. اللايكات يا جماعه ما تنسوش، ونشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.